استاذ عمار. اي انت من الناصرية يا ابو احمد بعد الك احكي يلا. اي مصيبتنا اكبر دائما. اي مصيبتكم اكبر صح. هاي الناصرية العظيمة. اي تفضل. الله يعزك بوجودكم. احنا مرات نتكلم عن طموح مو واقع. نعم. لان الطموح عن الواقع مختلف تماما بالعراق. العراق المفروض يكون دولة هي مركز السياحة بالشرق الأوسط أو بالعالم. طيب. يعني تاريخ العراق وحضارة العراق وأهوار العراق والآثار مالته كل العالم تعرف من العراق من أمريكا وانت ماشي يعرفون العراق ما يعرفون المنطقة. نعم. تجي النوبة السياحة بالعالم. تدري أنت هسه السياحة بالعالم هي صارت توفر موازنات لدول. أكو دول عايشة على السياحة الآن. كثير من الدول أبو أحمد وعدهم القطاع السياحي هو بسيط جدا لكن مستثمري بشكل أحسنت. صحيح أحسنت. مستثمري. الصناعات من العالم جاي تشتغل على السياحة. صح. صناعات العالم تشتغل على السياحة لكن إحنا الخلل بيمن هسه مرات نشكل هيئة السياحة. نقول هيئة السياحة هي ما تروج للسياحة بالعراق. لا تروج شنو؟ شنو تروج؟ للسياحة. أنت غير تسوي للعراق تقول عندي هيجي لأن أجيال جاي تمر أجيال ما تعرف العراق ما تعرف تاريخ أحسنت العراق. هاي نقطة مهمة أبو أحمد. إحنا أصلاً أكو أجيال شبابية ما يعرفون عن تراثنا وآثارنا وحضاراتنا ما يعرفون. هاي نقطة مهمة أحييك عليها. صح الله يحفظك. هاي مو بس العالم ناهيك عن المسؤولين العراقيين. هسه اسال رئيس الوزراء قل له هور الحمار وين يصير يقول لك ما ادري. رئيس الوزراء اسال رئيس الجمهوريه ما يدري. طيب. اسال النواب ما يعني كيف العالم. هاي احنا تدري انت تاخرنا عن دول العالم سنوات. المعالجه اعطيني المعالجه ابو احمد. انت برايك ممكن هذه الاثار انطيها الى شركات قطاع خاص ممكن يشتغل عليها ممكن انه يوظفها توظيف صحيح يعني بالاتفاق او بالتنسيق مع السياحه او هيئه السياحه او وزاره السياحه. احسنت استاذ عمار. بما انه احنا عندنا مشاكل الان. نعم. هوايه وحكوماتنا ما ملتفته لهذا الجانب فهي افضل شيء يفتحون الشركات السياحيه استثماريه. نعم. كل شركه اثنين ثلاثه سلمها محافظتين هي تسوي الخدمات المرافق وهي تنطيني برنامج الأمنية. تعالي يا شركه انطيني برنامج لمدة سنة أو لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر شنو راح تسوين؟ شلون راح تستقطبين السواح؟ انطيني عدد. نعم. ممكن رقم. نعم. انطيني المفروض هيك. أحسنت. هو هذا المفروض يصير. السياحة تحتاج الكثير هواية أشياء تحتاجها. نعم. أنا أحييك أبو أحمد وأشكرك جدا وسعيد بسماع صوتك. شكرا لك أبو أحمد.